اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لثارات الزهراء. صورت انا صور. صورت. انزل 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 بعد. علو ياك. هاي بيوت. هاي المعارك معارك الإمام المهدي إن شاء الله. منصورة شيعة علي، منصورة شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه بنت الدواعش. شوف هذول والله صحتنا عم سعد قدمت ثلاثة تاسف الواوين. هاي المجاهدين. الله يحفظهم إن شاء الله. ما يحفظون النعمة ذولا شباب. هاي المجاهدين. الله يحفظهم إن شاء الله. اليوم مع جثث داعش سنة بني أمية في بزول الفلوجة. لعن الله ظالميك يا زهراء. منصورين إن شاء الله. على غزال إن شاء الله. إن شاء الله منصورين شيعة أمير المؤمنين. الله يحفظ على النبي طالب. قوة الله. إن شاء الله. والإمام المهدي إن شاء الله. إن شاء الله. ثارات الزهراء عليه السلام. إن الله. مساجد بني أمية فارغة. مساجد كانت تبث منها الفساد. الله يحييك منصورة شيعة أمير المؤمنين عليه السلام إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم. يا علي يا علي. منصورين. يا علي يا علي. هاي جوامع الفتنة. جوامع الفتنة اللي تخرج من الفتاوى لقتل شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. جوامع الفتن. جوامع التحرير. يا زهراء. مقدر شاي وجاز. رفع أعلام شيعة أمير المؤمنين على الجوامع التي كانت تفتي بقتلهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حسين يا حسين. يبارك رجلك. علو ياك. شوف شيء اول واحد بالطاقه اول مره هذا ونجيب العلم العراقي خلي فوقه ان شاء الله. يا زهراء. يا زهراء هاي العلم العراقي ان شاء الله. ان شاء الله. لا علم لداعش بعد اليوم. وفاء لدماء الشهداء. ان شاء الله. دماء الشهداء. هم قالوا لا كربلاء بعد اليوم، احنا نقول لا داعش بعد اليوم. هكذا علمتنا كربلاء وهكذا علمنا الإمام الحسين. اليوم القوات الأمنية والحج في خط السد. اسمع أول ما تسولف تذكر العباس بن حامل حمية وتاج فوق الرأس. ابن حامل حمية وتاج فوق الرأس. تشهد كربلاء وتشهد قتل الناس. وتوجع صدر قول يا صدر هيب للبدويه.
صوت عالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله المجاهدين. الله يحييك واهلا وسهلا بك. الله يحفظكم ان شاء الله حجينا. حجينا نحن الان وين؟ باي منطقه بالتحديد؟ نحن الان في قاطع عمليات القرمه، قاطع الفاصل بين عمليات القرمه والفلوجه في منطقه السكر. والان هذه المنطقه القاطع الشمالي من هذه محاور العمليات، وهناك المحور الجنوبي. ابتدات هذه العمليات تقريبا مضت 4 أيام لإكمال الصفحة الأولى من المحور الشمالي، كان ضمن محور عمليات كتاب سيد الشهداء، أكثر تقريبا من 20 كيلومتر، فيها قرى متعددة، قرية عبد العزيز والدواية وقرية المخنفر وإزجير. وهذه القرى كانت تمثل مهم لداعش. تمتاز هذه المعركة بقتالنا للطبيعة، جغرافية الأرض وقتالنا لداعش، ولكن الحمد لله بتضافر الجميع بالعمليات الكبرى استطعنا أن نحقق إنجاز كبير ومهم، وهو التطويق على القرمة وإسقاطها عسكريا. هذه القرمة وسقطت عسكريا بحكم الطبيعة، والآن السكر الآن هي سقطت، ونحن الآن أسقطنا مدينة أو قرية البكارة اليوم الحمد لله ضمن محور عمليات قتال سيد الشهداء، والعمليات مستمرة ضمن الصفحة الثانية من عمليات تحرير الفلوجة. عهد للشهداء، عهد للعوان الشهداء، عهد للمجاهدين والثوار، سنمضي لتحرير كل الأراضي التي وقعت بيد داعش. معنويات الشباب طبعا الجو حار، ومثل ما نشوف يعني الإمكانيات ضعيفة، مع ذلك هم مستمرين بالعطاء وبالمرابطة في ساحات القتال. نعم، هناك حديث يقول سياحة المؤمن أجاهد في سبيل الله، أي راحة المؤمن هي أجاهد في سبيل الله. وهناك بيت من الشعر يقول اخشوشنوا فإن الترف يذهب النعم. الحمد لله المجاهدين الآن معنوياتهم يتسابقون في الواجبات، يتسابقون إلى تنفيذ الواجبات، ونحو يتجهون نحو الأهداف المطلوبة بسرعة. والحمد لله الجهوزية عالية على مستوى الدعم العسكري، وعلى مستوى الدعم المعنوي، وعلى مستوى معنويات المقاتلين، وهذه كلها مقدمات لنجاح العمليات ومحاور العمليات. العمليات الكبرى حققت أهدافها، وهي رسالة للجميع بأنكم إن لم تعملوا بروح الفريق الواحد وكحشد واحد لا يمكن أن تحققوا أهدافكم، وكل من يريد أن ينفرد بعمليات لوحده ليجرب فإنه فاشل. لذلك الحمد لله الحشد كان موفقا مع القوات الأمنية بتحرير كل المناطق التي وقعت بأيدي داعش، ويوم أمس تم تحرير أكثر من 2000 شخص من النساء والأطفال والشيوخ، كانوا محاصرين في هذه المناطق وتم تسليمهم إلى القوات الأمنية المتجحفلة في هذا القاطع. كيف كان تعامل الحشد مع هؤلاء العوائل؟ بكل تأكيد الحشد هو شكل بناء على فتوى المرجعية، والمرجعية الدينية بوصاياها أكدت لحد يوم أمس أكدت على مراعاة الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والوطنية بالتعامل مع أهلنا وناسنا، لا سيما نحن ندرك هناك مغلوبين على أمرهم من أبناء هذه المناطق التي وقعت بأيدي داعش، ولذلك كنا وما زلنا حريصين على مراعاة هذه الجوانب وهذه القضايا. الذي نحتاجه الآن في ظل هذه الانتصارات هو دعم إعلامي، الذي نحتاجه هو إيقاف للأبواق السياسية الصدئة والنتنة التي تتغذى على الأبعاد الطائفية، والتي تتكئ على دول الجوار لتعزيز الطائفية في العراق. ندعوهم أن يكفوا، وندعوهم في نفس الوقت أن يأتوا إلى جبهات القتال ليطلعوا عن قرب من الذي يدافع عن العراق ووحدة العراق وتراب العراق. أحسنتم. التحية لهم والتحية لكل المجاهدين والمرابطين الذين كانوا وما زالوا هم كحل عيون العراقيين. الله يحفظكم إن شاء الله. أكيد الحشد يعمل بقول أمير المؤمنين عليه السلام: أما أخ لك في الدين أو نظيرا لك في الخلق. وهذه رسالة موجهة للمؤتمر الإعلامي الذي أقيم في تركيا بزعامة عدنان الدليمي وعلي حاتم السلمان، الذين تهجموا على الحشد ووصفهم بأنهم يبيد طائفة معينة، ولكن الصور مفرحة التي شاهدناها يوم أمس وكيف يتعاملون مع
هؤلاء الذين كانوا أسرى بيد داعش. حياكم الله وبارك الله بكم. مثل هؤلاء هم لا يستحق ذكر اسمهم. أحسنت. لأنهم لا يعرفوا طعم الرجولة. تركوا بلدهم. ولا يعرفوا قيمة المواقف. أقول لهم عندنا في التاريخ امرأة عظيمة اسمها طوعة. هذه هي الامرأة التي وقفت مع مسلم ابن عقيل بطاسة ماء. اليوم خلد هذا الموقف، ندعو الجميع أن يكون له موقف مع الحشد الذي هو أمل العراقيين للخلاص من داعش. اليوم أعيدت هيبة المؤسسة الأهلية بفضل المجاهدين الذين يقومون تحت هيئة حشد الشعبي. التحية لهم والرحمة للشهداء الذين هم أولياء النعمة وأهل الفضل عليهم جميعا. موفقين حجي، الله يحفظكم إن شاء الله وينصرك. مبارك مبارك موفقين إن شاء الله، مبارك لكم، موعودين بالنصر إن شاء الله. الحمد لله. يوم أمس طبعا تصدرت الكتاب سيد الشهداء إلى عجلتين مفخخة، هذا يوم أمس. وضمن هذا المحور اليوم هنا أيضا سيارة مفخخة تم تفجيرها كما ترون. هذه السيارة المفخخة بالتالي الحمد لله العمليات مستمرة وجهوزية عالية وصواريخ أركان وسجيل كما ترون. هذوك أوكار العدو يمكن تصويرها وتوثيقها. هذه صواريخ أركان وسجيل ما شاء الله. العمليات إن شاء الله مستمرة لتحقيق كل الأراضي. منصورين حجي، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. قصة وطن، وهذا الوطن وهذه القصة لها أبطال. الله يحفظكم إن شاء الله. محمد هم أبطالها الحشد الشعبي والقوات الأمنية. إجراء اللازم. الحمد لله كان اليوم عمليات موفقة مسددة مباركة من كل الواجهة. يا لثارات الشهداء، يا لثارات الزهراء، لبيك يا حسين.